السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في ضيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للسابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: جلالة الملك المفدى أيده الله يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة التوقيع على إعلان السلام، إنجاز تاريخي تحقق برؤية الملك. إعلان مبادئ إبراهيم يؤكد الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: ولي العهد يتطوع في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا ويقول: نتصدى جميعا للفيروس بروح فريق البحرين الواحد. اعتماد شهادات الفحص المعتمدة من وزارة الصحة السعودية لدخول البحرين عبر الجسر. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نطالع: 841 حالة، أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا يوم أمس. الصحة: الإجازات المرضية إلكترونيا. إلى أخبار صحيفة أخبار الخليج، حيث نطالع منها أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تفضل يوم أمس بالتطوع لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا. وقال سموه إن تأكيد جلالة الملك المفدى أن ما يمس أي مواطن ومقيم يمس الوطن بأكمله هو نهج عزز من الجهود الوطنية لفريق البحرين كافة، وأسهم في تقديم الدعم للمبادرات الرامية إلى التصدي للفيروس. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قال إن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية للكشف عن فيروس كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمضي عليها مدة 72 ساعة ستكون سارية المفعول والصلاحية لدخول مملكة البحرين دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى. بقلم الدكتور نبيل العسومي، نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان: وزير الداخلية: البحرين قضيتنا المصيرية. فإلى المقال. لا شك أن الدول تبني استراتيجياتها واتصالاتها وعلاقاتها وسياساتها الداخلية والخارجية بناء على مصالحها الوطنية حفاظا على سيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها. تصريح معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية يأتي في هذا الإطار تأكيدا على أن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل هو حماية مصالح مملكة البحرين العليا. وكما قال وزير الداخلية في تصريحه أنه بعد مرور 73 عاما على القضية الفلسطينية فإن الخطر انتقل إلى العديد من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة. نشر صحيفة الأيام مقالا للشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية والذي جاء بعنوان: خطوة شجاعة ورؤية حكيمة. فإلى سطور هذا المقال. القرار الذي اتخذته مملكة البحرين ودولة الإمارات وحكومة إسرائيل هو قرار استراتيجي يفتح مسارا جديدا لعلاقات وثيقة ومتطورة على مدى السنوات القادمة، ويسهم في بناء مستقبل واعد ومشرق لشرق أوسط جديد تعلو فيه رايات السلام والتعاون واحترام الآخر.
أكدت مملكة البحرين عدة مرات قبل الإعلان عن الاتفاق وبعده تأييدها للسلام بين العرب والإسرائيليين دون أن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتطلعاته المشروعة لإقامة دولته المستقلة، ما تود البحرين أن تؤكد عليه دائما أنها ستبقى تعمل من أجل إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مبادئ وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية. نقرأ من صحيفة الأيام أن مملكة البحرين ودولة إسرائيل اتفقتا على التباحث في اتفاقيات خلال الأسابيع المقبلة بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من المجالات وصولا إلى فتح السفارات. ومن الجانب الاقتصادي، لفتت صحيفة الأيام أن النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب ذكر أن اجتماعا جرى يوم أمس مع مسؤولي مصرف البحرين المركزي، وذلك من أجل تأجيل استقطاع القروض من المواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن المصرف المركزي سيصدر توضيحا قريبا بهذا الشأن. نشرت صحيفة الوطن اهتمام وأصداء مختلف وسائل الأعلام، صحف عربية ومواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومشاركته الفاعلة بالتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح فيروس كورونا. أوضحت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا يوم أمس، إذ بلغت الأعداد فقط 841 إصابة جديدة يوم أمس. بيّنت صحيفة الوطن أن وزارة الداخلية سجلت إنجازاً دولياً جديداً، وذلك بعدما أحرز برنامج تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع تمام وبرنامج سعي أعمال المنفعة العامة سامع المعنيان بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة المركز الأول في جائزة استيفي العالمية بدورتها 17 بفئة الفريق الإداري المتميز لعام 2020. هذا ونشرت صحيفة الوطن مقالا لغازي الغريري والذي جاء بعنوان سلام الشجعان، فإلى المقال. السلام هو سلام الشجعان في عقد الاتفاقيات من فوق الطاولة وليس تحتها، كما الذين يدعون المقاومة ويتصدرون المشهد السياسي والعسكري بأنهم سيحررون أرض فلسطين من الإسرائيليين التي تبعد عنهم بضعة كيلومترات. هنا أقصد حزب الله اللبناني الذي عاث فسادا في أرض بلاده، وكان آخر هذا الفساد انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته المئات. وفصيل حماس الفلسطيني الذي يركب الموجة بشعاراته التي يرفعها بمقاومة الاحتلال، في حين هو وحزب الله ومن خلفهم إيران وتركيا يضعون أيديهم في أيدي المحتل كما يسمونه، وفي الواقع هو صديق مقرب لهم تجمعهم به مصالح مشتركة على حساب الشعب الفلسطيني. وإلى فن الكاريكاتير.
إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.